صباح الخير يا جماعة. صباح النور يا أسامة. وعلى كده بقى انت مسافرة امتى يا مها يا حبيبتي؟ ايه ده انت مسافرة يا مها؟ تلات ايام اسكندرية كاتب كتاب هلا اختي، اصل خطيبها من اسكندرية وعيلته كبيرة قوي، فقلنا بدل ما ننقلهم نروح لهم احنا احسن. بقى هلول الزقردة الصغيرة دي هتتجوز، دي كانت قد عقلة صباعي. اهي الزقردة دي كبرت بقى وبقت عروسة وهتتجوز ويتكتب كتابها. كويس يا مها والله ان باباكي ما عندوش الافكار القديمه دي البايخه بتاعت الكبيره لازم تتجوز الاول. ولا انا كنت حوافه، يعني كنت هخلي هلا اختي تقعد تستناني 30 سنه كمان؟ يلا شدي حيلك بقى يا مها، مها دي واحنا في الجامعه كانت تتخطف خطف. وضع طبيعي، انت لو لفيت كعب داير بيت بيت في مصر مش هتلاقي اختها. انا مش عارف بس ايه اللي بيدور في دماغها، بس جايز هي مش عايزه تتجوز، في بنات كتير قوي بيفكروا كده. من هما تلات ايام منهم جمعة وسبت، يعني هغيب الخميس بس وحظبط لك يعني كل حاجة. ده يوم يا مها، يلا عقبالك. مها بقولك ايه، ممكن تجيبيلي معاكي مشبك؟ اصلي مشبك هنا وحش قوي. مشبك يا اسامة؟ خلاص بلاش، مش عايز حاجة. اما انا بقى جايبالك حتة هدية احلى بكتير من المشبك. ايه هريسة؟ لا، كلسون قطن طبيعي تلبسه تحت البنطلون هيدفيك. ايه ده يا مها؟ وانا هلبس الحاجات دي من دلوقتي؟ والاف ده يا اسامه، ما كل بيلبس كلسونات، انا بلبس كلسون. ده مقاسه كام بقى في الموضوع؟ ايوه بس جدي هو اللي بيلبس الحاجات دي، حاسس ان انا لما اروح البيت لازم اخد العصايه بتاعته بقى وامشي كده. خلاص يا اسامه هرجعها. لا خلاص ما ترجعهمش، خليهم بس قولي لي تمنهم كام، هديهم لجدي جايز يفرح بيهم. تشربوا ايه يا اساتذه؟ ايه ده يا استاذ اسامه؟ ده كلسون. انا طبعا انا ساعي ومش من حقي نسأل، ممكن حضرتك تقول لي منين اسم المحل اللي جبت منه الكلسونات دي؟ حماتك بتحبك يا مسعد، خدوا الهديه مني ليك. ربنا يخليك لي يا استاذ اسامه. ممكن الفاتوره؟ امشي ياض من هنا، انا عايز الفاتوره عشان اروح ارجعهم واخد فلوسهم. قال ايه اللي انت عملته ده يا اسامه؟ ايه وانا عملت حاجه غلط؟ يا اخي حرام عليك، مها جايبالك هديه تديها للساعي؟ ما راعتش اي مشاعر ليها خالص. اولا دي مش هديه، انا هديها تمنهم، وبعدين انا باخد ثواب عند ربنا، هيبقى ليا وليكي يا مها. هو انت زعلتي ولا حاجه؟ نهائي. ايه يا جماعه، اسامه اتصرف بطبيعيه، لما قال لكم ان هم هيديهم لجده ما زعلتوش، ولما اداهم لمسعد زعلتوا؟ بالعكس بقى، يمكن يكون مسعد محتاجهم اكتر بكتير من جده. ايه النظره الطبقيه دي؟ الله اكبر عليك يا مها، ده انا لو هدافع عن نفسي مش هقدر اقول نص الكلام اللي انت بتقوليه ده. يلا بقى انا رايح الكافيتيريا بتاعت النادي. استنى هنا، رايح فين؟ ولسه في كافيتريات ونوادي وعرايس، ما زهقناش خالص الموضوع ده. ما هو على ايديكم يا جماعه، كل ما اقول خلاص توبه يجي لي ايميل يزغلل دماغي. ما جالكش رد جديد؟ يمكن تخلص واطمن عليك قبل ما اسافر. هو ايه يا مها؟ هتسافر 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 هتسافر، ده هو يوم راجعه. اسامه، هو انت يعني مش واخد بالك ان انا اول مره اسافر من 10 سنين؟ يا راجل ايه انت بتكلم واحد صاحبك؟ انت متاكده يا مها ان انت بقالك 10 سنين ما سافرتيش بره القاهره؟ طول عمرنا نسافر نصيف في اسكندريه، بس اول ما دخلت الجامعه بقى هم يسافروا وانا اقعد هنا مع عمتي. فكريني كده يا مها، عمتك كانت عيانه بايه عشان كده كانوا بيسيبوكي معاها؟ يا اسامه عمتي عمرها ما تعبت. ايه المزاج الغريب ده؟ ايه بقى يا اسامه؟ ايه بقى؟ بتقول لك من ساعه ما دخلت الجامعه، من ساعة ما عرفتك يعني يا وسام. الكلام خدنا وما ردتش على السؤال، جالك رد جديد؟ أربعة. إيه؟ بس أنا اخترت عروسة واحدة، والميزة في العروسة دي إنها عادية وأهلها ناس عاديين، بصراحة أنا تعبت من المفاجآت. والله أنا اللي تعبت. ازيك يا هبة؟ النادي كله نور بيكي. متشكرة قوي يا أسامة، ميرسي لذوقك. تعالي نقعد بقى في الكافيتيريا جوه عشان أعمل لك احتفال كبير. لا لا لا، أنا عايزة أمشي شوية. نمشي إيه؟ أنت محتاج تجري. على فكرة يا أسامة، أنت لو عملت سونار هتلاقي إن نسبة الدهون المترسبة عندك على القلب وعلى الكبد كبيرة جدا، وده شيء في غاية الخطورة على فكرة، وخاصة إن أنت لسه سنك صغير. دهون؟ طب تعالي نقعد جوه في النادي شويه وبعد كده نشوف موضوع السونار ده. اتفضل. ايه ده؟ خدت بالك من لون بياض عينك يا اسامه؟ على فكره دي اشاره على ان نسبه الصفرة عاليه جدا في جسمك، بس ما تقلقش، تحليل بسيط وان شاء الله نطمن عليك. انت كنت كاتبه لي ان انت مدرسه ابتدائي، ما كملتيش وقلت لي ان انت دكتوره بعد الظهر. ما هو انا مش دكتوره ولا حاجه، دي معلومات عامه كل الناس العاديه لازم تبقى عارفاها. ها قول لي بقى، نظام اكلك عامل ازاي؟ على فكره كل المشاكل بتبدا من نظام الاكل.
مفيش، انا باكل عادي زي كل الناس يعني. عادي زي كل الناس؟ الناس هنا اي حاجه بتتحط قدامهم بيلهطوها. عموما البدانه بقت مشكله في مصر. مصر هي سابع دوله في العالم على مستوى البدانه. المشكله مش في الشكل ولا حاجه، المشكله في المصايب اللي بتسببها البدانه. بس انا ما بشتكيش من اي حاجه. ده لانك لسه صغير في السن، مع الوقت بقى اما تخش في الاربعينات هيبدا يجي لك تصلب في الشرايين، ضغط، السكر، القلب، ممكن ضغط الدم كمان يوصل للعين فيسبب عمى او ينزح على الاطراف فيسبب غرغرينه ونضطر نقطع الاطراف دي. انا مش قادر اتلم على اطرافي. تعالي نشرب حاجه بقى عشان انا ريقي ناشف. يا علي، باختصار الرجيم ثلاث أنواع: نوع الكمية، إنك تقلل في كميات أكلك، نوع النوعية، إنك تحافظ على نوعية الأكل اللي بتاكلها، والحركة، إنك تحرق اللي انت بتاكله على طول. الله يفتح عليك يا دكتورة، ممكن استشارة في السريع كده؟ طبعا اتفضل. أصل أنا بقالي 4 شهور عندي برد وكحة ومش عايزين يروحوا خالص، وفجأة لقيت صدري بيزيق، يعني خفت يكون في حاجة في الرئة. لا لا اطمن، ده دور برد وقلب بحساسية. استنى العلاج معايا. ده مضاد حيوي تاخد منه كل 8 ساعات مرة، أما دي بقى أقراص لازم تاخد منها قرص بالليل قبل ما تنام. فاكر إعلان تنظيم الأسرة؟ خدتي الحبة يا حلوة يا شابة، اوعى تنسى تاخد الحبة قبل ما تنام يا علي. في دواء مش موجود معايا مع الأسف، هتلاقيه في الصيدلية، هكتب لك عليه. تمشي عليه 7 أيام بالظبط وهتخف وتبقى زي الفل. ربنا يخليكي يا احلى دكتوره في الدنيا دي كلها. بصي تشربي ايه بقى؟ هشرب جريب فروت، بس على فكره يا علي انا مش. شكرا يا دكتوره، الف شكر الف شكر. يا علي انت حضرتك يعني كتبتي له دواء ومش دي مسؤوليه برضو؟ انا محتاج الواد علي ده. لا لا ما تقلقش، انا كتبت الدواء ده كذا مره قبل كده والناس لسه عايشين. وطالما انت عبقريه كده في الطب ما درستهوش ليه؟ مكتب التنسيق يا سيدي. تخيل يبقى عندك طفل نابغه في الدراسه ويجي ليله امتحان الثانويه العامه يجي له سخونيه، يخش الامتحان ما يعرفش يحل، فيا حرام يروح يترمي في اي كليه هو مش عايزها. ولما انت ما درستيش طب يعني كونتي الخبره دي كلها ازاي؟ اولا انا عندي علبه كحك كبيره 3 كيلو حاطه فيها كل النشرات الطبيه لكل الامراض الدارجه اللي بنتعامل معاها كل يوم. كحك. ايوه. تاني حاجه بتفرج على التلفزيون كتير، عندك برنامج ذا دكتورز ودكتور اوز، دول مرجع لوحدهم. بعدين بقى بشتري المجلات الطبيه زي طبيبك الخاص وكده يعني. مجلات طبيه. اهم حاجه في المجال الطبي هو الممارسه العمليه. اسال كده اي دكتور كبير انت اتعلمت ايه من كليه الطب، هيقول لك اتعلمت اول ما بدات اشتغل. عندك مثلا الجلطات الدماغيه، الجلطة لازم تتلحق في 6 ساعات، أنا لحقت ناس بالهبل ومتابعة معاهم دلوقتي مع الدكاترة بتوعهم وزي الفل الحمد لله. على فكرة إحنا ما عندناش حكيمة في المدرسة الابتدائي اللي أنا بشتغل فيها، أي مشكلة بتحصل لأي طفل أنا اللي بلحقه، وياما جالي جوابات شكر من أهاليهم. أنا آسف جدا يا دكتور على التأخير، أصل النادي كله ما فيهوش جروب فروت، خرجت اشتريته من بره وعصرته بإيديا، ألف هنا يا فندم. متشكرة أوي يا علي، بس كنت عايزة أقول لك إن أنا آسف جدا يا دكتورة، في سؤال كنت عايزة أسأله لك، بس أنا آسف إن أنا بقطعك يعني، هو الجروب فروت دوت دواء عشان إيه؟ لا ده مش دواء خالص يا علي. أصل أنا بصراحة بعد ما عصرته يا فندم حطيت صباعي في العصير لقيته مر مرارة ولا مرارة الصبر، قلت أدوق القشرة بتاعته لقيت المرارة شلت لساني. لا هو الجريب فروت مش دواء، ده عصير بيساعد الناس اللي عايزه تخس وتحافظ على رشاقتها. يعني يا فندم لو حماتي شربت من العصير دوت تخس؟ ايوه بالظبط كده. طب اكتب لنا دكتوره روشيتا بقى. على فكره يا علي انا مش دكتوره. ها؟ روح انت دلوقتي. مين مالها البنت؟ ايه اللي حصل لها؟ وقلب الاجله بتاعتها وريلان فتحت. عن اذنك. من اذنك. ما تقلقيش خالص يا مدام. بس يا حبيبتي، بس يا كتكوته، بس يا ماما، بس يا حبيبتي. ده معقم مطهر عشان البنت بس رجليها ما يجيلهاش تيتانوس ولا حاجه، نطهرها لها على طول كده. بس يا ماما، بس يا حبيبتي، بس بس يا ماما، بس يا حبيبتي. وده سبراي عشان البنت ما تحسش باي حاجه خالص. بينج.
علي البنت لو حصل لها حاجه في رجليها هيرجعوا لي صح؟ صح يا استاذ. بس اكيد عن طريقك انت. ليه هي عروستي؟ عروستك انت يا استاذ مش عروس تاني. طب لو حصل حاجه بلغني في التليفون. لا ما تسيبنيش يا استاذ اسامه. دي شاشه معقمه يا مدام عشان البنت رجليها ما يجيلهاش اي ميكروبات، وان شاء الله اول ما تروحي تاخديها على اقرب دكتور. امال انت ايه؟ لا انا مش دكتور، انا واخداها هوايه. ربنا يستر. ربنا يستر. على فكره يا اسامه مش الناس العاديه بس اللي بتفتكرني دكتوره، حتى الدكاتره نفسهم لما بخش عليهم العيادات بتاعتهم بيفتكروني اني زمل. هو اي حد يتخدع فيكي بسرعه، بس افرض يعني الطوبه جت في المعطوبه وحصل حاجه وحشه لا سمح الله. سمعت عن ابن سينا؟ مين ما بيسمعش عنه، ده ابو الطب. حد قال لك ان ابن سينا كان خريج طب عين شمس ولا القاهره ولا كان معاه ماجستير ولا دكتوراه ولا دبلومه حتى؟ الراجل بيموت مني، الراجل بيموت مني. من مكاني ده اقدر اقول لك ان دي كومه سكر. ثواني هلحق الراجل واجي لكم على طول. علي لو الراجل ده فضل لسه عايش وببلغني في التليفون. خدني معاك، خدني معاك. محتاجاه تاني يا مدام؟ الو ايوه علي، عملت ايه؟ روحت يا جبان؟ طب ابراهيم زميلك قالك ايه؟ طيب الحمد لله طمنتني، بس انا ما كنتش عارف انك جبان كده. ها؟ لا انا ما جريتش، انا كان عندي مشوار مهم لازم اعمله. اوكي علي مع السلامه. الحمد لله الراجل فاق وروح مع مراته. ده لو كان جرى له اي حاجه انا ما كنتش قدرت اخطي عتبه النادي. تخيل كنتش عارف تخطي عتبه النادي ولا تشوف عرايس تاني. ليه يعني؟ من قله الاماكن؟ لا انا بحب بس الجنينه الصغنطوطه دي والممر الجميل ده، كنت بروح كتير مع ماما، كنا نفضل نتمشى هناك كده اهو في الشمس في الشتاء، يا ولا كاننا اتنين حبيبه. بس انا اتبهدلت بهدله. بهدلت؟ بهدلت ليه؟ ده انت شفت كل الخير. بنت شاطره يا اخي، دكتوره صح؟ هيتوفر لك حق الكشف. تخيل بقى تعمل لك كل عمليات وبلاش. ما هو انا دخلت شويه؟ صراحه يا اسامه انت مليت شويتين ثلاثه كده. ما هو كله من سندوتشاتك. ايه يا اسامه في ايه؟ حد ضربك على نفوخك عشان تاكلهم؟ ولا يمكن كتفتك وضربتهم في الخلاط وشربتهم لك؟ خلاص خلاص يا اسامه انا مش هعمل لك سندوتشات تاني، وبقول يعني تكمل مع البنت دي، شكلها بتخاف عليك، وبرضه اطمن عليك قبل ما اسافر. هو ايه اللي كل شويه مسافره مسافره مسافره؟ وانت رايحه قرب الشمالي؟ ايه يا اسامه؟ انا احتمال انقل شغلي كله اسكندريه واكمل هناك. نعم؟ ده انا كنت هاخد اجازه عرضه يوم الخميس عشان اسافر معاك اسكندريه. ولا انا يعني مش معزوم على كتب كتاب هاله؟ لا طبعا معزوم. طيب انا هقوم اروح دلوقتي لحسن حاسس ان انا جالي كل الامراض اللي في الدنيا. يلا سلام عليكم. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده في اسكندريه ولا في كتبه؟ بعمل ايه دلوقتي؟ في مليون سبب، المهم ايه رايك في فكره السفر دي؟ ده قبل ما ينزل كان ولا على باله. مين قالك ان كان ولا على باله؟ حرام عليك يا بنتي، مش طالب منك مشابك باين حاجه كده؟ والله هو رجع مبسوط، بعدين حب فيا بعد كده سلم. لا يا حبيبتي ده نخم السلم. والله يا جماعه انا قلبي كان بيتقطع عليه، كان هان عليا اقول له انا مش مسافره. يا اسامه ما تمد ايدك يا ابني وتاكل. لا كل انت يا جدي بالهنا والشفا، اصل اكل بخاطرها ده كل سمنه وكل دهون، فانا بصراحه عامل رجيم. والله يا اسامه يا ابني انا من خلال الفتره اللي قعدتها معاك شايف ان صعب جدا انك تلاقي حد يطبخ لك اكل رجيم مخصوص علشانك. طب انا عندي فكره، يا اما تاكل نص طاقتك وده كويس، يا اما تاكل طاقتك كلها وتحرقها. أنا مندهش إزاي تبقى عضو في نادي رياضي وتروح النادي تسيب الرياضة وتقعد تلعب طاولة. ما أنا جدي إن شاء الله إن شاء الله ناوي ما ألعبش طاولة بس لما ألاقي العروسة، ألاقي العروسة الأول يا جدي وأوعدك هروح النادي وألعب كل أنواع الرياضة اللي في الدنيا. أنا بقيت مقتنع جدا إن موضوع العروسة ده مش هيخلص أبدا. ليه بس كده يا جدي؟ أنا حاسس إنك من جوه جواك مش مقتنع بالفكرة دي، ولو قابلت ملاك نازل من السماء هتطلع فيه القطط الفاطسة. يا جدي ما هو على ايدك، مفيش ولا عروسة من اللي شفتهم ينفعوا. لا يا ابني مش الفكرة، أنا حاسس إن في حاجة مأيداك،
مكتفاك ومنعاك تختار واحده منه. ايوه انا حاسس ان فراق ماما كان صعب قوي عليا وهو ده اللي مقيدني. لا يا ابني انا مش بكلم عن حكايه ماما، انا بشاور على حاجه تانيه. ايه هي؟ في حاجه انا شايفها وعارفها وانت شايفها ومش عارفها، وانا عايزك تشوفها وتعرفها. اعرف ايه يا جدي؟ العارف لا يعرف. عروستي ايه الحاجة اللي جدي يعرفها وانا معرفهاش؟ سيرش. انا اسمي اسامة توفيق وجدي اسمه توفيق. سيرش. ما فهمش حاجة برضو. نعناع الجنينة ورد فيه. خطرها ايه؟ تعالي عايز اسألك حاجة. ايه بخطرها الحاجة اللي جدي عارفها وانا معرفهاش والمفروض ان انا اعرفها لوحدي؟ الحاجة اللي جدك يعرفها وانت ما تعرفهاش؟ ايوه. هو انت عايزني اعرف من جدك هو يعرف ايه انت ما تعرفهوش واجي اقوله لك عشان تعرفه؟ يعني عايزني اني اتجسس على جدك واعرف منه هو يعرف ايه انت ما تعرفهوش واجي اقوله لك؟ لست أنا هذه المرأة. لماذا؟ لماذا تفعل في هكذا؟ أنا لم أفعل شيئا، ماذا بك يا امرأة؟ لكن يا أستاذ أسامة عايزني أبيع ضميري. ضميري؟ لا، ما بيعش ضميري أبدا، ولا بكنوز الدنيا ولا بفلوس الدنيا، ما بيعش ضميري. طب خلاص، الا لما اعرف هاخد كام. تاخد كام؟ ايوه، ده انا هتجسس على مين؟ على الحاج توفيق، الراجل الكباره، الراجل السكري، تسوى ايه؟ ها لما تطلعني كده. انا غلطان ان انا بسالك. قولي لي يا بخاطرها. ايوه. انت ولادك في البيت لما بيعيوا، ايوه، بتجيبي لهم دكتور؟ ليه ان شاء الله ما يوعم دكتور؟ ليه؟ ماله النعناع؟ وبعدين كل حاجه حاجتها معروفه، مناخيره بتوجعه ما بيشمش، يشم نعناع تسلك، عنده مغصه في بطنه يشرب نعناع مغلي المغصه تروح، عنده سخونيه ميه ساقعه بالنعناع السخونيه تروح، سجعان وبيفرفر ميه سخنه بالنعناع الفرفره تروح. يعني ايه؟ يعني انت اي حاجه بتعالجيها بالنعناع؟ ايوه النعناع. لو انت عينيك وجعاك زيت نعناع قطر فيه، ودانك مسدوده قطر زيت نعناع كله بالنعناع. طب اقول لك اهو، احنا لسه اهو لسه معرفش ان انا حجاب لك، يعني على خير ولا على شر. ده ايه؟ نعناع. ليه حطه في صدري؟ ليه؟ بكح من امبارح كحه جامده، حطيته في صدري الكحه راحت اهو. الكحه راحت ايه؟ نفسي اخبطك باي حاجه فوق دماغك. تخبطني في شجره النعناع؟ غوري من وشي، عايزه ابطحك باي حاجه. نعناع الجنينة الملح فيه حيطانه، شجره النعناع قالت لي حتى بخاطرها مش عارفه جدي عايز يقول لي ايه. طب اعمل ايه؟ مفيش غير حل واحد، اشرب شاي بالنعناع. Bye.
خضيتك، انت ما اديتنيش بس فرصه اقول لك اني من اهم مصادر خبرتي اني بصور فيديوهات لواحد دكتور صديقي. بصور له كل العمليات اللي بيعملها، يعني ببقى جوه اوضه العمليات معاه. يا مجنونه، بتصوري الدم ده كله؟ بما انه كده بقى انا عازماك يوم السبت الجاي الصبح عشان تحضر معايا عمليه هصورها عن استئصال ورم خبيث من مخ واحد مريض. عزماني على واحد بيفتح مخه؟ وبالمره تسال عليا الدكتور ده، هو هيطمنك جدا جدا من ناحيتي. اذا ما جتش انا هبعت لك تصوير العمليه بالكامل على الموقع لا بتاعك. لا تبعتي ايه؟ انا هقفل الموقع بتاعي ده كله. ولا اقفله ليه؟ انا اعمل لها ايه؟ ايوه، مفيش غير اني ادلتها.